النهارده في عرض دايرة، وهو عرض عن الحكي. هو عرض حكي مستوحى من قصص واقعية عن حكايات للعنف مبنية على أساس النوع الاجتماعي. والعرض ده من فعاليات حملة قانون نشاز، وهي حملة مشتركة من نظرة للدراسات النسوية ومركز قضايا المرأة المصرية. والحملة جزء من حملة عالمية اسمها أطلقتها الأمم المتحدة لـ16 اليوم لمناهضة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي. والنهاردة آخر يوم في العرض، وبنرحب بيكم معنا. شكرا. مساء الخير. شكرا ان انتوا جيتوا. انا بس كنت عايز احكي لكم ان القصص دي كلها قصص حقيقيه اتبعتت لنا عشان خاطر تكون موجوده في العرض دي، لان اصحابها وصاحبتها حابين ان هم يكونوا بيتكلموا عنها بصوت عالي من غير ما يكونوا بيواجهوا سبوت لايت ده. ف هكون شاكر جدا لو منعنا اي تعليقات على القصص، لان اصحابها وصاحبتها ممكن يكونوا موجودين هنا في وسطينا، وان احنا نحاول ان احنا نسمعها ونشوفها كده شويه عشان اي تعليقات ممكن تكون بتاثر فيهم. حاجه تانية، لو يا ريت استاذنكم ان احنا ما نصورش بفلاش ونعمل موبايلاتنا سايلنت او نقفلها. حاجة أخيرة، إن العرض ده مش مجهودي أنا لوحدي، هو مجهود ناس تانية كتير أوي، فنانين كتير جدا. أنا كنت فخور إن أنا بعمل كده معاهم، فميرسي ليكوا يا رب عليكوا العرض. ميرسي.
وانا قاعده مع صاحبتي احمد زميلي في الفصل جه وكان ماسك حاجه ورا ظهره. انا فاكره كويس شكله وهو بيضحك وعرقان من كتر ما هو مكسوف. اتنين صحابه من فصل اكبر مننا جم وراه، كانوا ماسكين كمانجات بيعزفوا عليها في حفلات المدرسه وابتدوا يعزفوا. اخرجي معايا. انا فاكره كويس ان انا ابتسمت غصب عني، كل المدرسه بصالي مستنيه اقول ايه. بصراحه كنت هموت واقول اه. احمد كان بيكلمني طول الاجازه يطمن عليا ويضحكني. انا كمان عايزه اخرج معاك. جه ساعتها مصطفى بالك تعالي هدى الدليل على الواقع السودا بتاعتكم. دخلنا على مكتب المديره وابتدى يحكي القصه كانها جريمه. نظره المديره كانت رعبانه واحمد كان عمال يعيط. انت مالكيش ذنب في قله الادب بتاعته دي، اطلعي على فصلك وما تتكلميش معاه تاني. وانا ماشيه وشايفه احمد عمال يعيط بصراحة كنت هموت وعيط انا كمان. احمد فضل متذنب طول اليوم في الحوش عشان كل الناس تشوفه. انا كنت بطلع ابص عليه من حصه لحصه. في اخر اليوم وانا نازله مع ماما عشان تروحني انا شفت احمد، قلت له انا اسف. انا اللي اسف، ما كانش المفروض اعمل كده. انا خلاص مش عايز اخرج معاكي. ما افتكرش في حاجه وجعتني اكتر من الثلاث جمل دول. انا ركبت مع ماما العربيه وما كنتش برد على ولا سؤال من اسئلتها. انا لو شفت احمد النهارده وانا عندي 30 سنه هعمل اللي معرفتش اعمله ساعتها وهاخده بالحضن. انت واطي ومحترم، بحاول دايما اكون في حالي. فتره طلاق ابويا وامي كانت بالنسبه لي فتره صعبه قوي، بس في المدرسه ما كانش بيعجبهم الموضوع ده طبعا، فكنت بالنسبه لهم انا البونبونايه بتاعت الفصل. كنت ابقى ماشي ابيت ديسكات والاقي واحد راح مشنكلني واقع وكل الفصل يقعد يضحك عليا، واحيانا المدرسين كمان، ولا اقلامي ولا كراساتي ولا رسوماتي اللي كانوا بيتفننوا ياخدوها من شنطتي وعمري ما بشوفها تاني. وفي يوم واحنا قاعدين في الحصه سمعت واحد بيحكي للي جنبه عن فيلم هو اتفرج عليه. الفيلم ده كان فيه ولاد بيعذبوا واحد صاحبهم بانهم يشدوا ملابسه الداخليه لفوق قوي وهو يكون بيصرخ من الوجع. في البريك والحوش زحمه جدا الولد ده جه ومعاه اتنين كمان وعملوا فيا كده، قعدوا يشدوني من ملابس الداخليه لحد ما اتقطعت والمدرسه كلها واقفه بتتفرج وعمالين بيضحكوا. ما كنتش عارف اعمل ايه، جريت حبست نفسي في الحمام وقعدت اعيط. كنت خايف اطلع الفصل، كنت خايف اطلع الفصل لحد المروح لا يضحكوا عليا تاني لما ادخل. تاني يوم واحنا قاعدين في الحصه شمينا ريحه وحشه جايه، والريحه وحشه قوي كانت جايه من الصف الاول. المدرس وقف الحصه وقعد يدور الريحه دي جايه منين لحد ما اكتشف انها جايه من عند ولد معين، ولما قومه لقينا بنطلونه من ورا كله بني، يعني ما استحملش وعملها على روحه. في الاول كنت سامع ضحكهم عالي قوي حواليا، كنت خايف كالعاده بيضحكوا عليا، ما انا اتعودت على كده. بس بعد كده فهمت ما بيضحكوش عليا المره دي، فارتحت غصب عني ضحكت واتريقت عليه كمان مع اللي جنبي. من اليوم ده والولد هو بونبونيه الفصل مش انا. اكتر حاجه بخاف منها دلوقتي اني لو شفت الولد ده ولو صدفه في الشارع. في يوم وانا حوالي 10 سنين امي قعدتنا على الطبليه وقالت لي عشان البنت تكبر وتبقى عروسه لازم تتعور تعويره صغيره ما بين رجلها. ما كنتش موافقه على كلامها لان اخر مره عورت ركبتي وانا بلعب فضلت اسبوع موجوع. فجاه الباب خبط ودخل 3 ستات معرفهمش. بعد ما سلموا على امي بصوا عليا وفضلوا يقولوا ما شاء الله الزينه تجيب زينه. امي وشها كان مخطوف وعماله تقول لهم بالراحه عليها. ما فهمتش هو ايه اللي بالراحه عليها، هما هيعملوا ايه؟ وقبل ما الحق افهم ليه امي كانت بتقول لي كل ده دلوقتي او مين الستات دول اصلا، كنت بتكتف من دراعي وبتشنكل على ظهري. تقرب مني رفعت لي الجلابيه
وقلعتني ملابس الداخلية. كنت مكسوفة وعمالة صوت. أول لما شفت الست التالتة ماسكة مشرط وبتسخنه فضلت صوت بعزم ما عندي. أمي كانت عمالة تعيط وأنا عمالة أقول لها أنا أسفة، طب أنا مش عايزة أكون ست والنبي بلاش. لحد ما حسيت بوجع تحت. اليوم ده كان آخر يوم ليا كبنت وأول يوم ليا كست. كلمت ماما الحمد صد ببيتها على الأرض كعبها الطويل كان دايما بيحسسني ان ماما دي بطلة. كمان شطرتها وشكتها في الشغل وازاي كانت مديرة على ناس كتير. عمر ما شدتني قوة ابويا ولا حسيت اني عاوز اكون زيه. كنت بحس دايما ان ماما اذكى واحلى. اي نعم هي كانت مشغولة طول الوقت بس كانت بتاخدني معاها في كل حتة. في يوم كنت قاعد بلعب طلعت حاجة ماما وقعدت العب فيها. لبست جزمتها وقعدت اتمشى شوية. كنت كل ما اقع اقعد اضحك على نفسي. لبست العقد بتاعها تخيلتها كانها في الشغل وقعدت اشرح للموظفين زي ما هي بتعمل بالظبط. شوية وماما جت لقيتها بتزعقلي. ايه ده؟ بقى في راجل يعمل كده؟ كنتش فاهم انا عملت ايه غلط. اخدت كل جزمها وخبيتها فوق الدولاب عشان معرفش اوصلها. تاني يوم اللي وداني وجابني من المدرسة كان بابا. فضلنا اسبوع على كده. بابا هو اللي بيعمل لي كل حاجة. كنت بعيط مش فاهم انا عملت ايه غلط. يمكن ماما ما بتحبش حد يستخدم حاجاتها. طب انا لو اتأسفت لها هي هتسامحني؟ جمعت شجاعتي ورحت قلت لها انا اسف انا بحب وعايزك انتي اللي توديني وتجيبيني من التمرين والمدرسة. انا مش هلعب في حاجتك تاني. حضنتني جامد وقالت لي انت راجل دلوقتي يا حبيبي لازم تكون حوالين بابا تتعلم منه ومن كلامه ومن طريقته ومن لبسه. حاول تكون زيه. كنتش عايزه ابقى زيه. اتضايقت منها اكتر وحسيت انها مش عايزاني. من اليوم ده وابويا هو اللي بيعلمني كل حاجه وبيحاول يخليني اكون زيه. بالعافيه. بعد ما امي ماتت حكم شغل وسفر ابويا اتربيت في بيت عمي. كنت متعلقه جدا بيه وبنات عمي. كان بيعاملني زيهم بالظبط. بيجيب لي وهدايا. ابويا كان بالنسبه لي شخص غريب. ما بشوفوش غير مرتين كل عيد. فكان عمي بمقام ابويا. وفي يوم وانا عندي 9 سنين رجعت البيت وما كانش فيه غير عمي بس في البيت. شافني وقال لي اجري يلا وغيري وتعالي عشان نلعب. رحت غيرت ورجعت له. قعدني على حجر وبدأنا نلعب. لعبنا طوبة ورقة ومقص ولعب تانية كتير. وبعديها قال لي انه عايز يلعب معايا لعبة جديدة. بدأ يمشي ايده على جسمي على ظهري وعلى رجلي بطريقة غريبة. بعديها فتح صوصة بنطلونه وقعد يعمل حاجات غريبة. انا ما كنتش فاهمة. كنت خايفة والتعبير اللي على وشه كان غريب جدا. وايده اللي كل شويه بتمسك في جسمي اجمد بتوجعني. كنت بغمض عيني كل ما اغمض يزعقلي ويقولي فتحي. كان قاصد يفرجني. وبعدين دخل ايده جوه الشورت بتاعي وبدا يضغط. قعدت اندهله واقوله انا مش مبسوطه انا مش عايزه العب اللعبه دي. ما كانش بيرد عليا. كان عامل نفسه مش واخد باله. ولما اللعبة خلصت كنت بعيط. ندهني وقال عارفة اي اتنين بيحبوا بعض بيعملوا كده عشان يفضلوا يحبوا بعض وعمرهم ما بيقولوا لحد. وفعلا اللعبة دي بدأت بتتكرر في كل مرة يكون البيت فاضي عليا انا وعمي بس. لحد ما بدأت اكرهه وكرهت حبي ليه اكتر من اي حاجه تانية في الدنيا. اليوم ده كان جسمي وجعني قوي.
اليوم ده كان بارد جدا وجسمي كان واجعني من العلقه اللي ضربتها في البيت. انا مش عارف بكره هعمل ايه، هاكل ازاي ولا منين، ترى هرجع على البيت. نمت غصب عني وانا بفكر، قمت على البنطلون بيتشد مني، كان ولد اكبر مني، انا ما كنتش فاهم هو بيعمل ايه. حاولت ازقه وضربته على وشه بالبنيه، بس هو رد الضربه ثلاثه. اول ضربه على وشي، وتاني ضربه غزا على راسي في الارض، مع تالت ضربه انا مش فاكر حاجه. قمت تاني يوم بحط ايدي على دماغي لقيتها كلها دم ناشف، عيني كانت مزغلله مش قادر اشوف. فنمت تاني وصحيت لما الشارع ابتدى يتزحم. لما قمت ما كنتش قادر امشي، بنطلوني كان نصه مقلوع، ما كنتش لاقي جزمتي. قررت ارجع على البيت، فضلت ماشي حافي لحد البيت. ولما رجع ابويا اعتذرلي وقال لي ان انا راجل وحر لما سبت البيت ومشيت. بس انا فضلت مش عارف، الولد اللي كان بيقلعني البنطلون خاف وجري لما اغمى عليا ولا عمل حاجه. طول عمر ماما كانت بتقولي ان طولك ده هيجيب لك مصيبه، بصراحه كان عندها حق. وانا صغيره كان عندي فضول اكتشف جسمي، في يوم قررت اكتشف اكتر جزء اتقال لي ان ما ينفعش اجي جنبه ولا حتى افكر فيه. كنت قافله باب الاوضه وعارفه كويس ان ماما مشغوله في المطبخ، قلعت وبصيت لنفسي في المرايه. بصراحه ما كنتش شايفه حاجه عيب ولا مميزه، بس فجاه لقيت باب الاوضه بيتفتح. بابا ما نطقش ولا كلمه وخرج. سمعت صوت سويت وضرب، كان بيضرب ماما وعمال يقول لها ما عرفتيش تربي وانها مهمله وغبيه. صوت سويت ماما وشتيمه بابا فضل شويه وانا مرعوبه الدور يجي عليا. سمعت صوت رجلين بابا وباب الشقه بيتقفل، فرتحت مش هتضرب وقعدت على الارض اخد نفس. في نفس اللحظه لقيت ماما داخله عليا شعرها منكوش وفي ايدها سكينه المطبخ وفي الايد التانيه ولاعه. عمري ما خفت كده في حياتي، مسكتني ونامت بجسمها كله فوق صدري، ما كنتش عارفه اتنفس. سخنت السكينه بالولاعه ولسعتني تحت وهي بتصرخ فيا علشان ما تنسيش تاني. وفعلا عمري مكان صغير بس في عينيهم كبير، سر تهمة وما ينفعش اتكلم عنه. مكان كل دوري فيه اني حارس عليه، مش مسموح لي ولا اشوفه ولا ازوره ولا احبه ولا حتى اكتشفه. اخر مرة زرت المكان ده ودي عشق، بخاف بكرهه وبتكسف منه. المكان ده اسمه مذكر مع انه بتاعي، وكان ممكن يعني يكون اسمه على اسمه. مش بحسه ملكي، بحسه بتاعهم، عينيهم دايما شايفيني من خلاله. انا عايزه احب المكان ده وعايزه ابطل اخاف اتكلم عنه.
دوشة وزغاريط، كوشة وفستان فرح، خنقني ومكتفني وهو قاعد جنبي. انا ما كنتش عارفة انا مين ولا انا قاعدة هنا بعمل ايه. ما كنتش قادرة اتنفس. ايوه انا اللي اخترته، بس قلبي عمال يقولي لا، عمال يقولي ما تعمليش كده. انا لازم افوق من افكاري، لازم ابتسم، الناس هتاخد بالها. كنت بتفرج على اهلي والمعازيم من الكوشه وانا مرعوبه. مين فيهم ممكن اتكلم معاه؟ اهلي؟ لو اتكلمت معاهم هيقولوا عليا متدلعه ومجنونه وهيجبروني ارجع. وهو؟ لو اتكلمت معاه هو عمره ما هيفهمني ولا هيعرف يطمني. كنت بتفرج عليهم وهم بياكلوا وبيرقصوا وانا نفسي اصرخ، نفسي اقول لهم انا رجعت في كلامي. انتوا هتروحوا البيت وتعيشوا مع اختياراتكم، وانا كمان هعيش مع اختياراتي. كان اكتر حاجه نفسي اعملها اني اقلع الفستان ارميه ورايا واسيبهم واجري. يوم فرحنا اتزفينا لحد الباب. اول ما دخلنا من الشقه مسك ايدي وجرني على الاوضه وقعدني على السرير. كانت في عينه نظره كده كسفاني ومحساني اني عريان. اول ما ابتدى يبوسني غصب عني لقيتني بزقه. قلت له استنى طب هغير، انا مش عايزه دلوقتي. بس هو فضل مكمل. اول ما ايده بقت جوه فستاني لقيتني بزقه اكتر لحد ما وقعت على الارض. بدا يقطع في الفستان، اخد حته من اللي قطعها وربط ايديا في رجل السرير. بدات اصرخ، بدا يضربني بالقلام على وشي وبرجله في بطني. ما كنتش عارفه اتحرك فبقيت بشلت برجلي. بعدين فتح سوسته البنطلون ودخله. كان عنيف جدا لدرجه اني ابتديت اتعور. الدم بقى مغرق الارض والفستان. بعد ما خلص طلع وقعد فوق السرير قال لي انت عارفه ان انت عاصيه عشان مش بتطيعي جوزك، انت كمان ربنا هيعاقبك، بس انا هسامحك. قلت له فكني. قال لي انا مش هفكك غير لما تعتذري. ساعتها ما كنتش عارفه انا اعتذر على ايه، على اني كنت محتاجه وقتي. ما قدرتش امسك نفسي وقلت له انت حيوان. قال لي الحيوان ده مش هيفكك غير لما يكيفك. والحيوان ده اعتدى عليا يومها مرتين وسابني مربوطة في السرير 19 ساعة. فكني بس الصبح لما قرف من منظري. ايوه بحبها وبحب طريقة كلامها ولبسها ودلعها، بس عايز كل الحاجات دي تبقى ليا انا بس. وما ينفعش تقعد تدلعني وتقصعلي مع كل حد شوية. نفسي تبقى ست ذكية تعرف ازاي تحبني بالطريقة اللي تحسسني ان محور اهتمامك حبها الاول والاخير، الراجل الوحيد اللي على الكوكب، تكون بتاعتي ملكي انا اللي افرحها وانا اللي ازعلها. اقول لها يمين يبقى يمين، شمال يبقى شمال. ايوه ضربتها، ضربتها عشان بحبها وعايزها تتعلم. على فكره هي كمان بتحبني، غيرتي وغضبي ده دليل على حبي ليها. هي لو حبتني كفايه كانت هتعرف ازاي ترضيني. انا ما بقتش بحس انك حاسس بيا ولا قريب مني، لا فاهمني ولا حتى شايفني. بقيت دايما بحس ان علاقتنا سطحيه. انا زهقت، لازم تعمل حاجه بقى، انا عايز احس بيك. ساعتها ما عرفتش افكر في اي حاجه، كنت حاسس بحاجات كتير قوي بس مش قادر افهم اي حاجه فيها. كاني في جردل ميه ساقعه واقع عليا. كنت حاسس اني بحبها ومحتاج لها، بس خوفي من مشاعري هو اللي مكتفني ومخليني مش قادر اوصل لها ده. وان الطريقه اللي كانت بتعبر بيها عن شعورها كانت بتفضح عجز. انا عمري ما كنت خايف زي دلوقتي، بس بدل ما اقول كل الكلام ده طلع هي دي طريقتي ومش هعرف اغيرها. طول عمري جنبك في مشاكلك وعمري ما سبتك. انت اللي دايما مش شايفه ولا عارفه انا ازاي بتفشك علشان ارضيك. لو هنتكلم بجد انت مش شايفاني.
شفقتها اختفت أن أنا الوحيد القوي المسؤول الحامي اللي لازم يتصرف في كل حاجة. عارف كم حد بيبصلي البصة دي؟ دايما بيطلب مني إجابات لكل مشكلة. أنت مينفعش تتكسر، أنت لازم تاخد لي حقي، أنت مينفعش تعيط. أمال إخواتك البنات يعملوا إيه؟ أنت راجل عارف؟ أنا كان نفسي حد يقول لي عيط أو إني مفيش حاجة في إيدي أعملها. هو الضغط على أعصابي وروحي ودايما أكون البطل ده مش عنف؟ مش بياخد مني من ادميتي؟ انا ما اخترتش اكون البطل، بس نظره خيب الامل لما بشوف عيني اللي بحبهم بتقتلني، ما بستحملهاش. انا مش ضحيه، انا نفسي يشوفوني كبني ادم. لا، مش قادره اطلعه من دماغي ولا من قلبي. ايوه ضربني اكتر بكتير ما اقدر افتكر، علق على جسمي وشكلي بطريقة خلتني طول الوقت مش مرتاحة معاه، خلاني أسمع صوته في كل مرة ببص فيها في المراية وهو بيقولي صدرك كبير خبيه، انتي مش رفيعة، البسي طويل. بحس ان صوته جوايا في كل مرة، خوفي من الفشل هو اللي بيحركني. بسمع صوته هو بيقولي انت غبي وفاشل، يبقى قابلني لو فلحت. لسه مش قادرة اكرهه، كنت بتضايق لما بشوفه متضايق، لسه بيصعب علي. ايوه رغم كل اللي عمله وكل السنين دي لسه شايفاه راجل ضعيف وخايف. كنت جنبه وهو بيموت، اخر حاجه قالها لنا معلش انا اسف، سامحوني لو كنت قاسي عليكم. من ساعتها واحنا الاثنين بنحاول نسامح، مش بحاول علشان، بحاول علشان اتحرر منه، علشان ابطل اسمع صوته تاني في المرايه. كنت في الميدان عند السور الحديد اللي قدام هارديز، كان في ولاد قاعدين فوق السور، فجأة بدأوا يزعقوا وسعوا الطريق لعربية الإسعاف. فعلا ابتدينا نتحرك، حصل زق وتدافع، فجأة ومعرفش ازاي بقى في حوالي عدد كبير جدا من الرجالة، ايديهم في كل حتة في جسمي وثواني، وكانوا مقطعين هدومي. كل حاجة بيقولوها كانت بتوحي انهم بيحموني. كفاية، دي زي اختك. والناس بتزق فينا اكتر في السوق، بحاول اهديها. انا اسمي مصطفى من قوة ضد التحرش، انا اسمي مصطفى من قوة ضد التحرش، انا اسمي مصطفى من قوة ضد التحرش. كل ده والضرب حوالينا بيزيد، الحزمة والشوم بتزيد. رفعنا البنت على السور، واول ما رفعناها شومها نزلت على دماغي، شلوا حركتي، رفعوني فوق السور وانا عريانه تماما، وكان في شرب حوالين رقبتي، كانوا بيشدوه من ناحيتين وكنت بتخنق. ولما نزلوني وقعت على الارض في ميه المجاري، كنت بتحمى في الارض منهم، بس هما ما كانوش سايبيني،
كانوا بيزعقولي ويقولوا لي قومي، كانوا عايزين يتملكوا مني اكتر. ايديهم لسه في كل حته في جسمي، في حد حاطط ايده على صدري، في حد حاطط ايده على كتفي وكان عمال بيعيط، في حد حدف عليا ملايه. فقت، قدرت ادخل جوه الدايره تاني. في اللحظه دي لقيت واحد ماسكني من ورا، واحد تاني بيحاول يتحرش بيا وايده جوه بنطلوني. قعدت ارفسه برجلي في وسط الزحمه لحد ما فلفصت منه. بدأوا يدخلوا ايديهم فيا جامد من قدام ومن ورا لحد ما حسيت بضربه، بحاجه حاده جاتلي من تحت. قعدت اصرخ وبدأت انزف. بعد اللي حصل ده بفتره بدأت انزل واتطوع مع قوه ضد التحرش. ايوه، بنطلونين، حزام، واربع تيشيرتات فوق بعض. ده اللي انا بلبسه وانا نازله مع قوه ضد التحرش عشان اطلع البنات من جوه الدايره. وجودي مهم لان وهي وسط الدايره بتبقى محتاجه حد يطمنها، يلاقي بجسمه فوق جسمها وياخد ولو على اقل جزء من اللي بتتعرض له. انا بزحف على رجلي وانزل وادخل جوه الدايره بين الرجاله وبحضنها. على فكره انا عارفه ان انا ممكن اتزنق جوه الدايره زيها بالظبط، وبستخبى اي حد يقول لي كده. انا نازله وعارفه ان انا مش عيب على حد، انا عارفه كويس قوي ايه اللي ممكن يحصل لي، بس انا لازم اكون موجوده لان وهي جوه الدايره بتبقى محتاجه حد يطمنها، وعمرها ما هتطمن او هتامن لاي ولد مهما كان. وجودي مهم لاني كنت مكانها في يوم من الايام، وانا اكتر واحده فاهماها وهعرف ازاي اساعدها كويس قوي. كنت 40 كيلو كان هيبقى احسن.
ما عرفتش ارد عليه، اتشليت سكت. قلت له انا مرتاحه في جسمي كده وبحب. قالها تاني، ايوه ما هو ظريف يعني وكويس وكل حاجه وانا مش متضايق، انا بس بقولك ان كنا هنتبسط اكتر لو كنت رفيعه. ما فهمتش يعني، هو مش شايف انه بيوجعني؟ مش شايف انه بيقولي وانا بين ايديه انه كنت افضل نسخه تانيه منك بس راضي باللي قدامي؟ هو انا كان المفروض اديله درس في الاخلاق مثلا؟ انا قلت ان انا مش متاثره، بس قلت ان انا واثقه من نفسي، بس كل حاجه ما بيننا اتكسرت في لحظه. فضلت مكلبشه في المخده وشايفاه بيبعد عني. انا كنت عايزه اقول له حاجه واحده بس، انت اذيتني، انت رجعتيني البنت التخينه الصغيره اللي بتخاف تكلم ولاد عشان ما يتريقوش عليها، مع اني عارفه اني عديت المرحله دي وبحبني وبقبلني. بس انا ارتحت لها، سلمت لها كل مفاتيحي، وانت استخدمتها ضدي. انا كنت عايزه امسكه جامد من كتافه واهزه واقول له انا مش عايزاك تشوفني حلوه لو مش شايف كده على فكره، انا عايزاك تشوفني انسانه ممكن تتاذي من كلامي. معرفتش اوصل له اي كلام او مشاعر جواي، بس بفضل اكره فيه عشان افكر نفسي مشكله مش فيا، مشكله فيه هو. عايزين تعرفوا ايه اللي حصل لما قررت ابلغ عن تحرش؟ جدا تمثيل ولا جد؟ ايه ده؟ عاوزين تعرفوا ايه بقى اللي حصل لما قررت ابلغ عن تحرش؟ وقفت، صرخت، قلت يا شباب مصر الطاهرة في واحد بيتحرش بيا، وشباب مصر الطاهرة ولا عبرني، لحد ما في ناس وقفوا وتدخلوا بدافع الفتوة وان هم برضو كانوا عايزين يعملوا خير، بس فكرتهم عن الخير كان انهم يمشوا الولد. انا مرضتش، فضلت ماسكه فيه وقعدت اقرر هاخده على الاسم قصاد محاولاتهم وتوسلاتهم ان انا اسامحه، لحد ما بعد شويه جات لي واحده وقالت لي انا محاميه، انا هساعدك وهوديه معاكي على الاسم. كنت حسيت ان انا عايزه اترمي في حضنها واقول لها شكرا، انت الوحيده فيهم كلهم اللي قررتي تفكري انا عايزه ايه وتساعديني اعمله. وفعلا ركبنا عربيتي انا وهي قدام، والمتحرش واحد من المتطوعين اللي في الشارع كانوا قاعدين ورا. كنت حاسه اني مرتاحه، هعرف اعمل محضر ما انا معايا 2 شهود. لما وصلت الاسم حكيت الموضوع 4 مرات. اول مره وانا داخله الاسم بيسالوني انت جايه ليه، تاني مره لامين الشرطه، تالت مره للضابط، ورابع مره وانا بكتب المحضر. وطبعا كتابه المحضر دي كانت حاجه تانيه خالص، ان انا سبت نفسي وحكيت كل حاجه زي ما حصلت بالظبط. فالراجل كان شايف ان انا بنت مش كويسه، وبدا سلم التعليقات السخيفه على شعري وكلامي وطريقه لبسي، وانا قاعده مستنيه اهلي بفارغ الصبر.
جت المحاميه وقالت لي احمدي ربنا انك جاي على تحرش مش على اغتصاب ولا اعتداء. ما لو كنت على حاجه اكبر من كده كنت هتعملي ايه؟ قعدت فعلا وفكرت، انا لو كنت رايحه على حاجه اجمل من كده كان ايه اللي هيحصل؟ فكرت في حالتي كانت هتبقى عامله ازاي وطريقه معاملتهم معايا كانت هتختلف ازاي. فكرت في القانون اللي عمره ما بيساعدني اخد حقي ودايما بيساعدهم يعملوا كده فيا. فجاه لقيت ايد بتمسكني من تحت بتاعي لمؤاخذه، بصيت لقيتها ست واقفه جنبي في الاتوبيس. نزلت ايديها ومشيت قدام. عبال ما وصلت الشغل كنت حاسس اني مسروق مشدود ومخطوف. المتحرش الصغير اللي جوايا بيقول لي انت كده جامد برنس والبنات عايزاك، بس البني ادم اللي جوايا قرفان متضايق وغضبان. يا ترى ده تخليص حق عشان انا عملت كده في بنات تانية كتير؟ يا ترى انا حسيت نفس الاحساس اللي هم حسوه لما اتحرشت بيهم؟ في الشارع، في الجامعة، وفي المترو في ألف عين ماشية على جسمي، كل واحد فيهم بيقرر يشاركني بأكتر جزء عاجبه في جسمي ايه وهيغير ايه، ويا ترى كان هيعمل ايه لو نايم معايا في السرير. تقرير بسمعه 10-15 مرة كل يوم عن كل تفصيلة في جسمي. مش دي مشكلة، المشكلة الأكبر بقت إن أنا بعرف إمتى التقرير ده بيتحول لمشاركة بلمس جسمي كجزء من البضاعة. فيه النوع الأول، لما التقرير يبدأ يطول والولد يبص حواليه كتير علشان يتأكد إن مفيش حد شايفه، يبدأ يسرع خطواته، يبتسم نص ابتسامة، يمسك ويطلع يجري، وده طبعا في الأماكن الفاضية الواسعة شوية. نوع تاني بقى بيكون في الزحمة سهون كده في نفسه، عامل شخصية سوبر العاشق، دايما باصص في السقف أو في أي مكان تاني عشان يعمل عبيط، بيقرب منك مع أي فرصة ويحك لمؤاخذة، ولو حاولتي تبهدليه هيعمل ولا يعرفه، وإنك طمعانة في جماله يا حرام بتتبلي عليه. النوع التالت ده بقى وأكترهم قرف بالنسبة لي، بيبقى شخص تعرفيه بيربطك بيه علاقة زمالة أو شغل، دايما حبوب وإحساسه بالمساحات الشخصية مختل، فيا دوب سايبلك سنتي ونص تتنفسي فيهم. النوع الجميل ده لما بيجي يسلم عليكي بيقعد 3 دقايق ماسك ايديكي من باب الافوره، دايما بيحكي لك عن علاقاته الشخصيه ومغامراته العاطفيه عشان تعرفي ازاي هو مزد وكل البنات بتحبه. الشخص ده بيجي يخبطني، سبحان الله كل مره يا اما تبقى في صدري يا اما بجسمه فيا من ورا، بيعتذر بس الموقف بيتكرر الى ما لا نهايه. ولو فكرتي تتكلمي تبقى يا اما مجنونه يا اما معقده يا اما شايفه نفسك حلو. كل واحده من صحباتي عندها نوع او نوعين زياده حسب تحركاتها وطبيعه حياتها، بيختلفوا معاكي في كل مرحله من مراحل عمر بس عمرهم ما بيختف. جايحتي كل ده النهارده عشان اصبر على حد، مش عايزاك تشوفني لا ضعيفه ولا مهزومه. انا مش جايه الطم وصوت واطلب منك مساعده، انا جاي احكي هنا اللي حصل لي بصوت عالي. ايديهم كانت على جسمي وعمري ما هعرف اغير ده. حسستني بالم ووجع وضعف، بس كل مره بحكي فيها بحس بقوه، المي وضعفي بيقوي. بحكي لنفسي قبل ما اكون بحكي، بحكي عشان افكر نفسي ان ايديهم كانت جوه بنطلوني بس عمرها ما وصلت لروحي. كل مره بتطلبوا مني فيها ان انا استخبى واتدارى الموقف بيكرر تاني، انا لا هستخبى ولا هتدارى، انا من حقي اكون موجوده. Hey.
شكرا ان انتوا جيتوا.